بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام. يقول الله سبحانه وتعالى جل شأنه: إلهي وحليه جل شلاله، وممن حولكم من الأعراب منافقون. وممن دول وحكم إذا دول كاسوا حولكم دنيعين هذي ممن مدينة دقن هداتهين ضدك دنيعين الدقن. ومن الأعراب أعراب تأه وحكم إذا كواس يقن منافقون كوا منافقين حكم إذا مقالة مدينة هريرة ضدك دقن وأعراب تأه وحكم إذا كوا منافقين. ومن أهل المدينة مقالة مدينة أهل كيدنا قومنا أيجنا كم إذا قلوك هلا قوم كاسو مردو كم مدح أتكالي على النفاق أما مردو كم مروح سنادي وهو حلاك يعني من الأمر أمرد حليرا من لا شعر في لحيته وعاردي قفك قرك يلا بدا هريد بأن تنكل هين ومروح سن كاسا أمرد ليرا مركا هل كاسا دين لكن وحين نغان. ومن أهل المدينة قومنا كم إذا قوم كاسو مردو مروح سنادي على النفاق منافق نما دكم مروح سنادي أو أدر دكتيبة منافق نما وأكلوا عن كشقي وأدر دكتين منافق نما إلا بستين ومجال هذا المدينة كواسنا كجرا يعني وحوي بديها نوال جهلا مجال هذا المدينة نوال جهلا هو منافقين وهو أدر دكتيبة منافق نما لا تعلمهم أدو مؤجد نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم مبارك عليه هو منافقين تاه نحن لكن إننا نعلمهم إننا يعني شخصيات كود هجر داموين كود وحيالها إذا معسينهين أو لن سنعذبهم كواس وان عذاب دون منافقين تأه مرتين لما قرر عذاب دون لما قرر محل وجدة وعذاب بالفضيحة هي عذاب بالقبر فضيحة نفتد وعذاب ودوية لغو فضيحين وكهدب فضيحة ذو الصعات وإنت سوحيالها إقرنا أيين أو لن رب سبحانه وتعالى برنامك وصادقي عذاب القبر وإليه انت سوحاك يعني هذا الزيادة كسيئة ثم مركع كبعد يردون وحادب لوقوع علين دونا إلى عذاب عظيم كي وين أنا أؤلمي عذاب كسوين دب اللوقوع علين دونا. وآخرون كوكلنا اعترفوا وحي قرتين بذنوبهم ذنوب تودي أي قرتين خلدوا وحي قسين عملا عملا قسين كواس ذنوبته ذكرتي عمل كاسو صالحا وناكسا وآخر وعملا آخر عمل كلنا وحي قسين عمل كاسو سيئا إحن. إلهي سبحانه وتعالى وليوحو كهدلي وربي أوكال صاري دتكي كهري دقالكي تبوكا دقالكي تبوكا دتكي كهري ربي سبحانه وتعالى وحليه وحاكم إلى كودن بقودي بس كقرتي سيد مرارة بن ربيعي هلال بن أمية كعب بن مالك سبح لاس نين ويقشتين أيوك مركي رسولك صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم مبارك عليه ومقال المدينة صلى الله عليه وسلم ويؤي مادين وحيان رسولك إلهي وحذر دار ما أنان لهين هبيراتي أودي إلهي ونورد ما يستريد دقال كان كوادي لهين هبوان هي سنة هنتوان هي سنة كستانو كاقهرن كنت إسكعدي كستانو هرني نفطينا نقادي شيطان كيا نقادي وحي إلهي نوغو حكمه أين سجدنا. وآخرون كوكلنا اعترفوا ويقرتين بذنوبهم ذنوبته ذي قرتين خلدوا ويقسين عملا صالحا وآخر سيئا عمل صالحا يمتك لوحونا يسكو قسين وعمل صالحا يعني وحلو لجيلا جهاد كي هوري وكوري غزوة تبوكا ويكغيب قادين جرين خيرات كي يسالاليه يتكن جرين بعدي إلهي رسولك صلى الله عليه وسلم يا داعي جرين وأعماش صالحة لكن متكلوا حنا وكو قسم متكلوا حسم حالو لجدا وفريسي اي كفريستان دقال كتابوكا دقال كتابوكا اي كهرين. إلهي وحوري سبحانه وتعالى عسى الله إلهي وحو مليهي أن يتوب عليهم كواس إنو إلهي أكتوا بدا أقبله محايل إن الله إلهي غفور ألا دافد بدا ويرحيم إن حريس بدا كواس مركا النبي صلى الله وسلم مبارك عليه markii hore waa la go'doomiyay oo nabiga kaleey salaatu salaam wuxuu yiriyaan la hadlin yaan salaamta laga qaadin markaasay ciriiri galeen adduunyada ciriiri ku noqotay maxay ila nabiga sallallahu alayhi wasallam
haday salaamaan xataa nabigu salaamta kama qaadaynin sallallahu alayhi wa baraka alayh. Nin walba oo magaalada ay ku yiqiineen hadduu ka hor yimaado shibuu kale yahay. Kontan maalmood ay sidaas baaqi ay ku ahaayeen ciriirigaas, oo adduunyadii ay ciriiri ay la noqotay ilaa markaas Kacb ibn Malik oo kale oo fartiin u soo faro nin gaal ahaa oo boqor ahaa oo uu yiri haddii nabiyullaahi Muxamed sallallahu alayhi wasallam sidan uu kula dhaqmay innagana soo haleel oo waddankeenna ii yimaad intuu warqad u soo diray. Markaasuu warqaddii ninkaa gaalku u soo diray ayuu yiri wahaada aydan min albalaa, tanina waaba balaayo kale u yiri gaal inuu isoo haweysto oo warqad inta ii soo dirto uu yiri annagana soo haleel haddii nabi Muxamed kuu xanaaqsan yahay sallallahu alayhi wasallam, wahaada aydan min albalaa, tanna waa balaayo kale u yiri imtixaan kaleba waa. Warqaddii uu qaaday tanuuru ku riyo dab uu isaga tooray, imtixaankiisaasuu isaga jiray ilaa rabbi uu ka toobada aqbalay saddexdoodiiba subxaanahu watacaala. Waa maanta waxa weeye haddii dadkan adduunyada waa fiiso kaley ka dhigantaa fiiso gaal hadduu maanta qof yacni dadkan adduunyada hadda jooga uu usoo diri lahaa nin shakiyan ma jiro, nin walba bis way u dhihi jiro. Marka Kacb ibn Malik fiisadaas usoo diray ninkaa gaalka ah, laakiin maanta badihii yaa loo jeexiyay oo adduuniya aakhiradiiba waa loo khasaariyay dhulalkii gaalada in la aado. Isaguna wuxuu yidhi wahaada aydan min albalaa, waa balaayo kale yiri oo haddana yidhi. Markaasuu dab isaga riyay, yaa maanta fiiso gaal usoo diray dab ku tuuri lahaa, yaa allow yaraa boqolkiiba hal uu yahay haddii la heli lahaa fiisada, haddii gaal usoo diray dab nin ku shidi lahaa oo dhihi lahaa balaayo ku tilmaami lahaa, wahaada aydan min albalaa. Casa allaahu ilaahay wuxuu mudan yahay subxaanahu watacaala an yatuuba calayhim, inuu ka toobada aqbalo, maxaa yeelay ina allaha ilaahay kafuurun raxiim. Khud qaad nabiyullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam min amwaalihim, nimankaas cudurdaarkoodii yacni iyagu runta iska sheegay oo yidhi wax cudurdaara ma nihin, khud ka qaad min amwaalihim, xoolahoodii sadaqatan sadaqa ka qaad, sadaqadaasoo tudahiruhum iyaga aada ku dahiraysid, wa tusakiihim aada ku nadiifinaysid bihaa bisababihaa, sadaqadaas sababteeda aada ku nadiifinaysido min alkhadaaya wadunuub, dunuubtii iyo gafafkii ay galeen aada uga dahiraysid sadaqadaas ka qaad. Sadaqadan marka maxaa loola jeedaa? Laba qowlay mufasiriinta sadaqadan ay ku fasireen. Qowlka jumhuurta u badan tahay waxa weeye waa sadaqadii zakadii loolama jeedo, waa sadaqo kale oo nimankan ilaahay subxaanahu wa tacaala loogu talagalay in lagu dahiro. Qowlu jumhuuri lmufasiriin waxay leeyihiin waa sadaqo caadiya oo loogu talagalay in dembigooda ilaahay ku cafiyo subxaanahu wa tacaala, markaasna looga dhigaayo kaharidii ay dagaalkii Tabuka ay ka hareen badiilkoodii in laga qaado thuluthu amwaalihim, yacni maalkooda saddex meelood meeluu nabigu ka qaaday sallallahu wasallam wabaraka caleyh, si laydinkuu dahiro waxyaalihii aada gasheen oo dagaalkii Tabuka aada ka harteen, khilaafidii aada rasuulka khilaafteen sallallahu wasallam wabaraka caleyhi, laydinkaga dahiro. Khud qaad min amwaalihim, xoolahooda sadaqatan ka qaad. Mufasiriinta qaarna waxay leeyihin sadaqadan waxaa loola jeedaa sadaqadii zakada, laakiin waxaa loo badan yahay in loola jeedo sadaqo gaaraho iyaga loogu dambi dhaafayay. Sadaqadaasoo tudahiruhum, aada ku dahiraysid, wa tusakiihim, aada ku nadiifinaysid biha sadaqadaas, wasalli ducayna calayhim, iyaga u duceeya nabiyullaahi Muxamed sallallahu calayhi wasalam, maxaa yeelay ina salaataka ducadaada sakanun, deganaasho wey, allahum iyagay qalbigooda dejine. Toobad keeniddii oo maalkii markii laga qaaday oo dembigooda ilaahay uu ku dhaafay, sida rabbi subxaanahu watacaala isagoo adkaynaya rabbi inuu ka raalli noqday, wuxuu nabiga rabbi amray subxaanahu watacaala inuu haddana u duceeyo. Maxaa yeelay ducadaas aada ugu darto adigoo sadaqadii ka qaaday, duca haddana aada ugu darto, taas waxay ka dhigantaa qalbigooda sii degay, oo waxay isleeyihin wax idin haray oo ridihii ilaahay idinkaga haray maba jiro, ilaahay subxaanahu watacaala uu idinka raalli noqdo, waana idin cafiyay subxaanahu watacaala. Maxaa yeelay wallaahu ilaahay samiicun, mid maqlaya way dadka hadalladooda, caliimun axwaashooda, alla ku cilmi badan way subxaanahu watacaala. Alam yaclamuu, sow ma oga, iyaga lagu sii adkeynaa rabbi inuu toobada ka aqbalay, alam yaclamuu, sow ma oga, anna allaha ilaahay huwa ilaahay yaqbalu tawbata can cibaadihi, addoommadiisa in rabbi subxaanahu watacaala toobada uu ka aqbalo sow ma oga, yacni walwalka joojiyow, walbahaarka joojiyow, wayakhudu ilaahay inuu qaado sow ma oga, assadaqaati, sadaqooyin ilaahay uu qaado oo dadka ilaahay dembiga uu uga tirtiro oo ilaahay dembi dhaaf subxaanahu watacaala uu idinku siinaayo, wa anna allaaha ilaahay huwa ilaahay attawaabu inuu yahay sow ma oga, arraxiimu ee naxariis badan, alla toobad aqbalid badan ee raxmad badan inuu yahay sow ma oga, yacni intaas qalbigooda lagu sii dejina.
وقل وحاتر أها نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم اعملوا عمل فلده عمل فلده وصمية وحي أعمال فسير الله إلهي وأرفي الدونة عملكم عمل فينا إلهي وأرفي الدونة ورسوله رسول كيسنا صلى الله وسلم وبارك عليه عمل كينا وأرك الدونا والمؤمنون مؤمنين تودن عمل كينا وأرك الدونا وستردون وحان الدبل إن كوعدين دونا مركز عمل كاسميسان إلى عالم الغيب والشهادة وحجوجا وحاضر كايا وحمقن الله أجا ويسقمد أيهين رب سبحانه وتعالى أي الدبل إن كوعدين دونا فينبئكم إله وحين كجور بحين دونا بما شيء شيء سو كنتم هذا هذين تعملون إن السميسان وآخرون كوكه لنا مرجون وكو لقذال مريي لأمر الله إلى أمر الله إلى أمرك إلهي سبحانه وتعالى حق سلوك قذال مريي إما يعذبهم إلهي إنو عذابه وإما يتوب عليهم أما إنو ربي سبحانه وتعالى وكتوى وأقبله محايل والله إلهي عليم ألك علم بضن ويحواش ذوق حكيم أي حكمة بضن ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم غزو ديسي تبوك كهري دولانك تبوك كهري أي ربي سبحانه وتعالى هذا الكودي ربي ولا سبحانه وتعالى إلهي وحليه قوك لنوى للدبدغي وأمرك إلهي سبحانه وتعالى للدبدغي أمر ربي وعذابي أمر ربي سبحانه وتعالى وكتوى والأقبلي لكن هو ربي وكتوى والأقبلي سبحانه وتعالى ربي وكتوى والأقبلي سبحانه وتعالى محايل رنتي أيقو عديين رنتي أي النبي الشيخين صلى الله وسلم وبارك عليه والذين كوي اتخذوا سميستي مسجدا مسجد كوي سميستي ومنافقين كليهدنا ذرارا لأجل ذرار لبد درتيد السميستي ودرك المؤمنين أي لبيان إيه وكفرا لأجل كفر قال لماذا درتيد أسما يستي مسجد كاس وتفريغا لأجل تفريغ كالقايب إيه كالقين درتيد مسجد كأسما يستي بين المؤمنين المؤمنين تي لحدودي أي كالقايبين أيا وإرسادا لأجل إرساد عمل قلن إن أي عمل قليان أما أي قبات سيان وإرسادا لأجل إرساد أما قبات سين وضيه كرتها إنه قبات سيان لمن دولنا أي قبات سيان دول كاسو حارب الله ورسوله إلهي رسول كيسي لدك علمي داد إلهي رسول كيسي لدك علمي أي ربان ماشا إنه دفيس أقردك من قبل هرين إلهي رسول كيسي لدك علمي ولا يحلفن كواس ويدارنا يان ويدارنا يان مسجد كسيدة أسماستي إن أردنا أن نقول إلى مجهد مسايد كالسديسة إلا الحسنى حالة وناك بدن مويه سكلا أن نقول إلى مجهد مسجد كاسدا سيقول لارنا يعني. والله إلهينا يشهد إلهي وحكم رغاتيه إنهم أيقول لكاذبون بين عليان إليهم كوكل إلهي سبحانه وتعالى منافقين وخدت كلا أيقون السمية تخديد كلا النبي صلى الله وسلم مبارك عليه إيه الدين تأي مركز مكر أقول السمين عيان أي هذا قرشة كله السمية قرشة سبحانه السمية مساجد يدسى ومرافقين قالا مساجد نو يدسى مساجد كاثر ربي سبحانه وتعالى وحوت المامي أفر الرماد إنه يقول تلقى له وأفر الرماد أيود لسان وحيود لسان أولا درارا إنه يدفك مسلمين تأي كل بان الله درتي أولا مجيدا محايلة الله بمر ميسنا سبحانه وتعالى دفك مسلمين تأي إنه يدك الدلان دفك مسلمين تأي إنه يدباتيان أي يقول تلقى له قدب كاللباد مسجد كأيو بسين منافقين توحى يهيد وكفرا قال لماذا إني حوقي ست محايلة مسجد كأيو كسو الدكان هايو حيا منافقين تي منافقين تي كوي قال هذا قلبي وكوة تيئيو وكفر قباد كأيو تي كواس أمبا مساجد كواللورد سي كواسا كلسو الدكان هاي مركا وحاب اللارنا هاي ما لها أي سقوي مادان كفارت ووررك أي كوقاتان كفر إني حوقي ستنا ويقود تلقى لين قدبك استدحاد إلهي سبحانه وتعالى ونوشيك مسائلك إنه قلت لك لمحوي وتقسيم هي التفريق بين المؤمنين بلك المؤمنين توحيدون أيان إنه يكون كالقايبية وكالقايبين توحوي ماشي هل مسجد اللي سيقوتك لها وهل مسجد مسلمين توحيدون هذا كل ملاهايين وحي يلجي ذا المسجد كلا إنه يدين عن كرش فران ومركسد كاس يكون قنبضان ذلك حتى أن تكني ولأنه كاسا كسو تكني ومسجد دراركي كاسا كسو تكني waa rawan muslimiinta markay inay hadana kala qabqabaan ay qaybo ay u kala sameeyaan kana faraadna waxay ugu tala galeen wa irsaadan liman haara wallahu wa rasuuluhu
qof ilaahay iyo rasuulkiisa la dagaalamay in ay uga dhigaan meel uu ku gambado oo gabaad. Ninkaas waxaa la yidhaahdaa, waa nin la dhihi jiray Abu Caamir Arrahib. Abu Caamir Arrahib ninkan nabigeenu la dagaalami jiray sallallahu salaam wabaraka caleyh, dadka nabiga ku taagan oo lugooya nabiga sallallahu calayhi wasalam ayuu ugu waaweynaa. Ninkan marka wuxuu aaday dhinaca Shaam. Dhinaca Shaam markuu aaday, ciidanu u doontay nabigeena marka sallallahu calayhi wasalam wuxuu yidhi yuusan soo gelin magaalada. Dhinaca Shaam ma aaday, ciidan ma doontay, magaaladii yuusan soo gelin. Nimankaana marka markay munaafiqiintu masjidkaa dhiseenay, waxay yidhaaheen lagu arki maayo masaajidkan uun gabaad ka dhigo, annaga nagu soo deg. Markaa timaadana masaajidku yacni ku soo deg mar walbaba, meeshaasaan kugu qarinayna, meeshaasaan kugu asturayna, halkaasaa gabaad aad ka dhigana, halkaa imaad. Marka hadafka kale ay u dhiseen masaajidka wuxuu ahaa inay gaaladaas nabiga la dagaalamayso sallallahu salaam wabaraka calayhi inay meesha uga dhigaan markas ay ku dhuuntaan oo nabiga ugu gambadaan sallallahu salaam wabaraka calayhi. Afartaas qodob ayay u dhiseen masjidka. Waladiina waminhum, waxaa ka mid a munaafiqiintii, waladiina waxaan ka dhigi karnaa mubtada khabarkiisu uu maxduuf yahay, waminhum munaafiqiintii waxaa ka mid ahaa alladiina kuwiyaa ka mid ahaa ittakhaduu samaystay masjidan masjid samaystay diraaran liajli diraarin, dhibaato gelin oo dadka muslimiinta ay ku dhibayaan darteed u samaystay, wa kufran liajli kufrin, gaalnimo darteed masjidkaa u sameeyey, wa tafriiqan liajli tafriiq, kala qaybin iyo kala saari darteed u sameeyey bayna almu'miniina, mu'miniintii dhexdoodii ay ku kala saarayaan, iyo wa irsaadan liajli irsaad, gabaadsiin, inay gabaad siiyaan meelu ku dhuunto. Liman ruuxna ay gabaad siiyaan, ruuxaas oo xaaraba allaha wa rasuulahu, ilaahay iyo rasuulkiisa la dagaalamay sallallahu salaam wabaraka calayhi, min qablu horay ula dagaalamay, waa abu caamir uraahib. Walayaxlifunna, markii sidaas iyagoo afartaas qodob oo dulmiga masaajidka u dhisay, walayaxlifunna ku dhaartaan oo ku dhaartaan haddana, in aradnaa maa aradnaa, anagu ulama jeedin masaajidkan markaan u dhisaynin, ila alxusna, xaaladu wanaag badan mooye, xaalad kale anagu ulama jeedin masaajidku markaan dhisaynay, sidaasay ku dhaaranayaan. Marka aayaddana waxay tusin munaafiqiinta makri ay u maleegi karaan diinta in aysan ka tegin ilaa way sameeyeen wax kasta, xataa masjid ay dhiseen. Waa masjid markaas iyagu ay og yihiin in markaas yacni aan lagu cibaadaysanaynin, inaysan ku tukanaynin, inaysan ilaahay ugu dhowaanaynin, wax walba waxay isku dayaayeen oo nabiga ay ku shirqoolayeen sallallahu salaam wabaraka caleyh, oo diinta ay ku makrinaayaan. Wallaahu ilaahay yashhadu, wuxuu markhaati ka yahay, innahum nimankaa munaafiqiinta ah la kaadibuuna, beenaalayaal inay yihiin, oo masaajidkaa dhismihiisa ay afartaa qodob ula jeedaan ee aysan ula jeedin xaalad wanaagsan. Maxaa yeelay iyagu waxay dhihi jireen in aradnaa ila alxusnaadana, waxay ula jeedaan, waxay leeyihiin masaajidkaas waxaa laga yaabaa masjidkan dadka qaar inuu u dhow yahay, magaaladu maaragtaa yacni marmar kulaylay leedahay, dadaan masjidka aan aadi karin, marka waxaan ugu talagalnay dadka masjidkan u dhow inay masaajidka salaadaha ugu soo dhowaadaan oo masaajidkan ay ku tukadaan. Hadalladaasay ku fasireen, laakiin rabbiyaa fadeexeeyey subxaanahu wa tacaala. Laa taqum, ha istaagin nabiyullaahi maxamed sallallahu salaam wabaraka calayhi, fiihi masjidkaas gudihiisa ha istaagin abadan, weligaa ha istaagin. Maxaa yeelay la masjidun masjid, masjidkaasoo usisa la aasaasay cala taqwaa, alla ka cabsi lagu aasaasay, min awali yowmin, yoomkii ugu horreeyaba ilaahay dartiis loo dhisay, ayaa axaqu, xaqnimo badan an taquuma fiihi, masjidkaas dhexdiisa inaad istaagtid ood ku tukatid, kaasaa ugu xaqnimo badan. Yacni masjidkan waxaa lagu fasiraa inta badan waa masjidu Quba, masjidu Quba oo masaajidka ugu horreeyo nabigana uu Quba ka dhisay sallallahu salaam wabaraka calayh, oo wuxuu leeyahay Alle subxaanahu watacaala, masaajidkaa munaafiqiintu ay dhiseen marnaba ha istaagin, maxaa yeelay waa masaajid loogu talagalay dadka mu'miniinta ah iyo diinta in lagu lugooyo. Masaajidka markii horeba lagu aasaasay ilaahay dartii iyo alla ka cabsi, ayaa xaqnimo badan inaad masaajidka aadid ood mar walbaba ku tukatid. Maxaa yeelay aayaddan waxaa sidaa nabigana loo leeyahay sallallahu calayhi wasalam, masaajidkaas markii ay dhiseen nimankii munaafiqiinta waxay yidhaaheen rasuulka ilaahay masaajidka noogu soo tuko si uu noogu barakoobo masjidka. Wakhyaanadaa fiiri, masaajidka noo barakoobo, maxay ka wadaan marka ulajeedadooda? Haddii nabi maxamedba uu tago sallallahu salaam wabaraka calayhi oo masaajidka uu ku tukado, mu'miniintii oo dhan waxay aaminayaan inuu yahay masaajid dar ilaahay loola jeedo. Intaasay ka rabaan ilaahay, laakiin subxaanahu wa tacaala uga digo, rabbi wuxuu ku yidhi laa taqum fiihi abadan,
وليقاها استاق النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم مساجد كاس محايا للمسجد المسجد مسجد كاس أسس الله أساسي على تغوى الله كعبسك اللغة أساسي من أول يوم ما لنتي وهر ريسبة الله كعبسك اللغة أساسي أي أحق حق نمبضا أن تقوم فيه مساجد كاس لحديثة إناد استاكتب فيه مسجد كاس لحديثة رجالنا كسوغا رق رقاسو يحبون جعل أن يتظهروا إن إصدهران جعل والله إلهينا يحب جعله المطهرين كوا إصدهره ربي وجعله سبحانه وتعالى إلهي وقأماني مساجد كي مسجد القبى ذاتك المؤمنين تي كنت كنعي أيها الله سبحانه وتعالى وقأماني إن جعله انظهر يعني الطهارة الحسية والمعنوية لابد من إن جعله انظهر يعني معنوية وحلول جيدة أخلاق ذا أوقفك وإسكالظهر وحيالها حنورا وأخلاق ذا ونكسن وكبغ ياشو dahaarada xisiyadana waxa loo jeedaa waa dahaarada salaadii la isku dahiro labadaba way kulmiyeen rijaalun raggaas oo yahibuna jacal an yatadhharu inay istahiraan wallahu ilaahi yuhibbu jacalihi almutahhirina kuwa istahira dahaarata alxisiya walmacnawiya labadaba ilaahi uu jacalihi subhanahu wa ta'ala afaman ruux ruuxaas oo assasa aasaasay bunyaanahu dhismihiisii masjidka uu dhisay على تقوى الله كعبسي مركو هربا كو آساسي تقوى داسو من الله من الله إلهي حقي سنة وكبقيه وحن كنت على الجنين مستر كتقوى أفمن روح روح آسو أسس آساسي بنيانه لسديسي على تقوى الله كعبسي كو آساسي من الله إلهي حقي سنة وكعبسنا وردوان حال النقشب مركو هربا مسجد كو آساسي كاسمي خير خير بدن أم من مصر شخصية خير بدن شخصية سو أسس بنيانه لسمه سيكو أساسي على شفا جروف قيس دنعيس كو أساسي يعني قد قركيس دنعيسي وحكو لستي قيس كاسو هارين دميت ودوالي قد قركيس أو لعربة نو حكو دل لستي مكاسا خير بدن أو خير له مسوحة خير بدن ذاتك إلهي سبحانه وتعالى درتيس مساجد ولسي أو الله درتيس مساجد وأساسي مسوحة خير بدن قال لي سبحانه وتعالى ضد وحقد لستي قد دماية قركيس قركاس وحقد لستي وولب هذا فنهار ومركاس للدمي ويعني قرب على السقوط للجهد إنه لعو دواري وفنهار مركز او كولد داعي جرف كي قد كي غر كيسي بيه شخصيكي او بسمه بادل كاكو اساسي في نار جهنم نار جهنم اللحية او كولد دمي او كولد داعي وتشبيه عجيب وي او الهي وكبحي سبحانه وتعالى وعمل كستا مسجد كان كريم ماهر آيادنا وحي كدقي عمل كستا او الهي وجيس ان لولجيه سبحانه وتعالى واللولجيه دو اهداف كلا ايه اولجيه دوي كلا لقلي اياه ولذلك الهي وحكوش بهاي قفك عمل كيسي إلهي برتيس وصنهين وحو لمدي هاي قد قركيس وصير دعاية قد قركيس وصير دعاية قفك قري وكدل لسنة وكدل لسنة محا قري لقد بسا هدي يعني فرط سيدة الله سارب وارد هدود دعنا ماشو كل دعين والنار جهنم والعياذ بالله والله إلهي لا يهدي مهنوني القوم الظالمين قوم كظالمين إلهي مهنوني سبحانه وتعالى محا يلي أيقان أسع عن هدايتي لا يزال مزوله بنيانهم بسدودي الذي بنيان كاسو بنوا أي لسان ريبة شك إنو كيهي مزوله في قلوبهم قلوبته ذا لحظة ذا وشك كيهي إلا أن تقطع قلوبهم قلوبته ذا إنو قوة ضمهان أن إلهي وحليه سبحانه وتعالى مساجد كسدعس أهداف تاس القوية يربك مسلمين تلو لجهدي ومسجد كسدع أهداف تاس الله لسي قلبي قوده ولي كمزولة يشكي إنه كأبوري وشكي يعني الرباد محاله لجهده ما دام الله فضيحي وفضيحه ذي ربي سبحانه وتعالى بنانك وصور لغي وكقوم ميا محابة إذين قيست بسي ديسي ما دام الله فضيحي مركا كمزولة يفضيحه يشكي قاسي كمزولة يقلبي قوده إلا يكدن تانو قلبي وكقوقو ببكا كسو قاري سيد إلهي فضيحي سبحانه وتعالى لا يزال كما زول بنيانهم بسدودي الذي بنيان كاسو بنوا أي لسان ريبة شك إنو يهي كما زوليه في قلوبهم قلوبته ذا لحظة ذا أو شك كيهي
إلا أن تقطع قلوبهم قلوبته إنه قوضا مهاني هو إدنتان والله إلهي عليما الله علمي بضان وحكيما وحكمة بضان الله سبحانه وتعالى أعلم وجل